بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل إن شاء الله في شابتر 5 اللي هي Combined Footing، وناخد Part 5 وهو استكمال لخطوات تصميم القاعدة المشتركة. إحنا قلنا في الأجزاء السابقة إزاي نجيب الدايمنشنز بتاعت القاعدة الكومبايند، وإزاي نعمل لها الستريننج أكشن ونرسم البندنج مومنت ونرسم الشير فورس دياجرام. في الجزء ده هنبتدي نتكلم على التصميم. هنصمم اللي هي الخطوة الخامسة، الاتجاه الطولي في القاعدة. الاتجاه الطولي أول حاجة إزاي نجيب الدبس من المومنت. طبعا لو تفتكروا كان المومنت شكله عامل كده لو تفتكر، وكان ما جبنا الام ماكسيمم دوت، فالام ماكسيمم دوت هنجيب منه الدبس. يبقى اول حاجه الدبس فروم التيميت مومنت، الدي بتساوي سي 1 جذر ام ماكسيمم على بي ار سي في الاف اس يو. والسي 1 كنا بنحطها بكام؟ بخمسة، عشان تديني ريجيديتي عاليه للقاعده تخلي الاستريسز يونيفورم. جبنا الدي بنزود عليها 7 سم يبقى جبنا التي، وبنقربها لاقرب 5 سم بالزياده. طيب الخطوه اللي بعد كده ان احنا عايزين نعمل تشيك على الدبس دوت للبانشنج، هل هو هيستحمل البانشنج ولا لا. هنا البانشنج خلي بالك ان هو في اتنين بانشنج، في بانشنج على القاعده اللي هي الداخليه او العمود الداخلي، وفي بانشنج على العمود الخارجي لو كان الشكل عامل كده. لو عندي العمود اللي هو الداخلي دوت، قلنا كريتيكال سيكشن على بعد قد ايه؟ دي على 2، يعني على بعد دي على 2 في كريتيكال سيكشن بتاع البانشنج. يبقى عشان اجيب الكيو بانشنج بتاع الانترنر او الانتيريور كولوم دوت، عباره عن مين؟ حمل العمود نفسه كويس ناقص الاستريسز اللي جاي من السويل. طيب الاستريسز اللي جاي من السويل تضربه في المساحه ديت، فيبقى عندي بي التيميت ناقص اف يو نت في البي انترنر. ما ديت عندي بي انترنر، وعندي هنا دي على 2 وهنا دي على 2، فبقت دي، يبقى بي انترنر زائد دي. دي واحد هي دي، بس انا سميتها دي واحد عشان احنا في الاتجاه اللونج. في الاتجاه الثاني ده ال، دي ال انترنر بتاعت العمود، ال بتاعت العمود اجمع عليها زائد دي على 2 زائد دي على 2، يعني زائد دي في الاخر. يبقى اقدر اجيب الكيو بانشنج ودي تطلع لي بالايه؟ بالطن. بعد كده اجيب الكيو بانشنج كستريسز بقى. الاستريسز هيبقى اجيبه ازاي؟ عباره عن كيو بانشنج الانترنال ديت مقسوم على بي نوت في الدي. طبعا عارف الدي وعارف الكيو بانش، ايه بي نوت ديت؟ مقصود بيها زي ما اتفقنا قبل كده هو المحيط بتاع الكريتيكال سيكشن دوت. طب اجيبه ازاي المحيط دوت؟ ما احنا عندنا بي انترنر زائد دي لونج زائد ال انترنر زائد دي لونج، كل ده مضروب في 2 عشان دي زائد ديت في ايه؟ في 2. طلعنا الكيو بانشنج ديت، تخليها وحدتها بالكيلو جرام على سنتيمتر مين؟ المربع. ليه؟ عشان نقارنهم بالكيو سي يو بي او اجهاد البانشنج اللي مسموح بيه في الخرسانه طبقا للكود المصري. بناخد اقل قيمه من ثلاث قيم، اقل قيمه من يا اما جذر اف سي يو على جاما سي او 0.5 زائد بي انترنال على ال انترنال في جذر اف سي يو على جاما سي او 2.5 في الفا في مين؟ في دي بتاعت اللونج على البي نوت. طبعا 4 ديت اللي هي الالفا عشان ده عمود يعتبر وسط، فعشان كده خدنا 4 زائد 0.2 جذر اف سي على جاما سي. طبعا معروف ان الجاما سي بكام، خدناها بناخدها بواحد وكام ونص. يبقى بجيب اقل قيمه من دولت كلهم واقارنها بالكيو بانشنج، لازم دي تكون اقل من دي. ده بالنسبه للعمود مين؟ اللي هو الداخلي لو كانت عمودين داخليين بالشكل ده. اما لو كان في عندي بقى عمود خارجي، تخلي بالك بقى الكريتيكال سيكشن ما زال ان هو على بعد مين؟ دي على 2. يعني هو الكريتيكال سيكشن بتاعك على بعد قد ايه؟ دي على 2، هنا دي على 2 وهنا دي على 2، فبقت المسافه دي كلها قد ايه؟ عباره عن البي بس اكسترنال زائد دي. طب الناحيه الثانيه مفيش غير هي واحده بس، دي على 2، فعشان كده هتلاقيها ايه؟ نص الدي من الناحيه دي. عشان كده لما اجيب الكيو بانشنج اكسترنال بتساوي البي اكسترنال، طبعا دي التيميت، خلي بالك ان دي بي اكسترنال بس ايه؟ التيميت مش working، ناقص مين؟ لكن دي كانت بي مين؟ ultimate internal، ناقص اف يو ان في مين؟ في البي اكسترنال زائد دي. صح، بي اكسترنال زائد الدي، كل ده زائد 0.5 في
الاكسترنال في زائد 0.5 دي اللي هي الاتجاه الثاني ده. طيب عايز بقى اجيب الكيو بانشنج، عباره عن كيو بانشنج على بي نوت في الدي. هنا البي نوت خلي بالك من حاجه، هنا لما يبقى عمود داخلي خلاص بي نوت هو المحيط ده كله، لكن هنا من هنا مفيش حاجه الناحيه دي، فيبقى المحيط هما الثلاث اجزاء دولت عشان يعتبر ده عمود طرفي. فعباره عن الطول ده في 2 اللي هو عباره عن ايه؟ ال اكسترنال زائد نص دي لونج، ده مضروب في 2 زائد بي اكسترنال زائد دي. ونفس الكلام هبتدي اجيب الكيو سي يو بي، اقل قيمه من كام؟ من 3 قيم. بس خلي بالك ان الالفا هنا خدها بكام بقى؟ الالفا خدتها ب 3. ليه خدتها ب 3؟ عشان ده يعتبر عمود ماله طرفي قدامي هنا. جبت الكيو سي يو بي، لازم الكيو بانشنج تكون اقل من الكيو سي يو بي، يبقى في الحاله ديت سيف، يبقى الدبس اللي انا جبته للمومنت هنا في الحاله ديت يصلح للبانش. اما لو كانت الكيو بانشنج اكبر من الكيو سي يو بي، يبقى في الحاله ديت ايه اللي يحصل؟ الدبس بتاعك انسيف للبانشنج، لازم تزود الدبس عشان يقاوم البانشنج. شكرا.